فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان. نعم، الله جل وعلا يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالله قسم القرآن إلى محكم ومتشابه، وأمر برد المتشابه إلى المحكم. نعم. ولكن بعض الناس يأخذ طرف ويترك الطرف الآخر، وهذا هو الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ لا يردون المتشابه إلى المحكم، بل يأخذون المتشابه لأجل الفتنة ولجهلهم أيضا بالشرع. فهذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في هذه المصائب، أنهم يأخذون بطرف من النصوص ويتركون طرف الآخر. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، لأنه من عند الله، والذي من عند الله لا يختلف أبدا. ولهذا الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني كما زاغ أولئك فأخذوا بالمتشابه، أخذوا بطرف وتركوا الطرف الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه في هذه القصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهم يتنازعون في القرآن كل واحد يحتج بآية، قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما أهلك من كان قبلكم كذا وكذا. فالواجب إن المسلمين يعتقدون أن كلام الله كله حق، وأنه لا يتعارض ولا يتناقض، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كله حق لا يتعارض ولا يتناقض. فإذا أشكل عليك شيء من النصوص أو من الأدلة فإنك لا بد أن تراجع النصوص الأخرى. ربما يكون هذا الذي معك منسوخا، ربما يكون مطلقا وهناك ما يقيده، ربما يكون هذا عام والذي معك عام وهناك ما يخصصه. هذه الأمور لا يتفطن لها إلا الراسخون في العلم. وأما الجهل وأما المتعالمون فهم يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر، ويقولون: نحن نستدل بكتاب الله أو بسنة رسول الله. وقد كذبوا، لم يستدلوا بكتاب الله. إذا أخذت طرفا وتركت الطرف الآخر فأنت لم تستدل بكتاب الله عز وجل، وإنما أخذت المتشابه. فالذي يستدل بكتاب الله هو الذي يجمع بين النصوص ويفسر بعضها ببعض ويقيد مطلقها ويبين مجملها ومشكلها، هذا هو الراسخ في العلم.